كرمتوا حلو وانا معاكم وامر عليكم. حياكم الله. اهلا وسهلا. طيب لك لو تكرمتوا خلوكم معي بنحلهم واحد واحد. هذه طبعا واضح، خلوكم معي لو سمحتوا. واضح انها نومينال مع نومينال. اوبيز وناس ياس والاوبسيتي ناس ياس وناس نو، والدايابيتس ناس ياس وناس نو، فاكيد كاي سكوير. حد معترض؟ جميل. هنا طبعا هي المفروض هي غلط، طبعا على فكره نقلتها غلط قصدا. هي هنا المفروض هنا بلاد جلوكوز وليس المرض. هاي بس هو عملوها كذا وكل حاجه تمشي. طيب هنا اكيد مش دي حتكون كونتينوس، وهنا نومينال. اذا حنعبر عنها بمين ستاندرد ديفيشن، صح ولا مش صح؟ نورمال ديستريبيوتد ستودنتي تيست. جميل. اللي بعدها بلاد جلوكوز، وهنا واضح انها نان نورمال. اذا مان ويتني تيست، ونعبر عنها بالميديان والرينج. شايفين نعبر عنها بالميديان والرينج. هنا هي ما هي هيباتايتس سي، معناه انه ناس بوزيتيف بالار ان اي وناس نيجاتيف بالار ان اي، وهنا شيستوزوما ناس بريزنت وناس ابسنت، فاكيد كاي سكوير نومينال فينومينال. هذه اكيد فيشر اكزاكت. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله، برافو عليكم، سعيد انا. البلاد بريشر في الحاله الاولها 120 زائد او ناقص 11، و130 زائد او ناقص 10.4. ايش دي؟ انوفا تستكين. والثانيه كروكسل والس. ما شاء الله عليكم، جميل. اكيد اكيد حتغير القيم، حيصبح هنا ميديان اورنج وميديان اورنج، برافو عليكم. طيب هنا الأولى والثانية مان وتنين تست، برافو. وهنغير، برافو عليكم، هنغير المينو ستاندرد ديفيشن إلى ميديان ورينج. طيب الآن هذه الام سي كيو. في اوثرز كارد اوت ا ريتروسبكتيف ستادي تو ايدنتيفاي ذا ريسك فاكتورز اوف ذا سيفيريتي اوف هيباتيتس سي انفكشن. ذا فولوينج تيبلز كونتينز سم اوف ذا ستاديز فاكتورز. عمل فاكتور سكس وميل وفيميل وايج وكل ذي الفاكتورز دي. الان حنجاوب على الاسئله الاتيه. The most suitable test for evaluation of the first factor 6 is اكيد كاي سكوير. The most suitable test for evaluation of the second factors اللي هو الايج لانه normal distributed. Yes. The most suitable test for evaluation of the third factors اللي هي البي سي ار كوانتيتيف. مان وثني تيست اكيد. ها في اعتراض هنا زي ما قلنا الايفالويشن حق الشيستوزوما ياس ونو، فبالتاكيد حناخذ كاي سكوير. لا هنا في حد عنده اي مشكله؟ امور تمام. طيب لو سمحت الاكسرسايز الثاني اللي هو بي. طيب خلونا نشوف الحل. سعيد جدا انه معظم الناس حلوها. ايش الفكره في الاكسرسايز ده؟ الفكره انه اكوردنج الداتا اختار الاستاتستيكال تيست المناسبه. اول امر زي ما تفضلتوا كلكم انه والله انا معايا مين وستاندرد ديفيشن للكيس وللكنترول، وبالتالي على طول اعمل ستودنت تيست. ما فيها كلام، واضحه. الامر الثاني زي ما تفضلتوا كمان ميديان ورينج، واعمل مان وتني تيست. الامر كاي سكوير انه الناس اتش بايلوري كم منهم بوزيتيف وكم نورمال وكم هاي بالنسبه للسكر التراكمي، واعمل كاي سكوير. ولو في واحد اقل من اربعه حعمل فيشر اكزاكت. صح؟ شايفين؟ اذا كل الفكره من هذا التمرين عشان كيف اختار الاستاتستيكال تيست اكوردنج الداتا حقي. واضح؟ جميل. طيب خلونا نخرج بقواعدنا لو سمحتوا. خلوكم نخرج بالقواعد حقنا. القاعده الاولى شباب، إذا طلعت الداتا، إذا كانت الداتا حقي كونتينوس داتا ونورمال ديستريبيوتد والنومينال، أعبر عنها بايش؟ مين وستاندرد ديفيشن والستودنت تيست. طبعا دي كلها امبيرد جروب وجروب. إذا كانت كونتينوس داتا ولكنها نون نورمال ديستريبيوتد والنومينال، أعبر عنها بالميديان والرينج ومان وتني تيست. جميل. القاعدة الثانية هذه البير، احنا ما عملناش اظن تمارين على البير، مش عارف عملنا في اظن في جايه. كونتينوس داتا
ونورمال ديستريبيوتد وون نومينال مين وستاندرد ديفيشن، واعبر عنها اعبر عنها بالبير تي تيست. ايش معنى بيرد؟ نفس الشخص بيفور وافتر. ولذلك احنا اهم شيء نعرف هل زي ما قلنا من ضمن الاختيار، هل اعرف انه هي هل هي بيرد ولا امبيرد. الامر الاخر كونتينوس داتا نون نورمال ديستريبيوتد وون نومينال، اعبر عنها بالميديان والرينج، وحاجه بنسميها والكوكسن تيست. سهله والكوكسن تيست، هعطيكم طبعا انا مجهز لكم في تمرين اخر على هذا والكوكسن تيست. القاعده الثالثه نورمال، لا هي كونتينوس داتا نورمال ديستريبيوتد مالتيبل نومينال اندبندنت مين وستاندرد ديفيشن وانوفا تيست، هي كلهم طبعا امبيرد. كونتينوس داتا نون نورمال ديستريبيوتد مالتيبل نومينال اندبندنت ميديان ورينج كروكسل واليس. القاعده الرابعه كونتينوس داتا، وهي طبعا للبيرد نورمال ديستريبيوتد multiple nominal independent، اعبر عنها بالمين والستاندرد ديفيشن، وحاجه بنسميها ريبيتد ميجر انوفا، يسموها ار ام اللي هي ريبيتد ميجر انوفا. continuous data non normal distributed طبعا بير multiple nominal independent median ورينج، واعبر عنها بالفريدمان تيست. فريدمان تيست. القاعده الخامسه nominal مع nominal نعبر عنها بكاي سكوير، النومينال مع وان نومينال لكنها بيفور وافتر نعبر عنها بال ماكنمار تيست. اخر الخلاصه العامه الداتا حقي كوانتيتيف، اشوف نورمال ديستريبيوتد وامبيرد، اذا كانت تو جروبس فاعبر عنها بالستودنت تي تيست، اذا كانت اكثر من تو جروبس اعبر عنها بالانوفا تيست. كوانتيتيف داتا نون نورمال ديستريبيوتد وامبيرد، اذا كانت تو جروبس مانو تي تيست، اذا كانت اكثر من تو جروبس كروكسل واليس. هذه كلها في الامبيرد، يعني جروب وجروب. تعالوا نشوف الان طبعا دي الجولدن رول اوف امبيرد. الان كوانتيتيف داتا نورمال ديستريبيوتد لكنها بيرد تو جروبس بير تي تيست، اكثر من تو جروب ريبيتد ميجر اوف انوفا. كوانتيتيف داتا نون نورمال ديستريبيوتد بيرد تو جروبس والكوكسن ساينتست، احنا نقول عليها والكوكسن تيست، وكمان بيرد واكثر من تو جروب فريدمان تيست. كل التست دي تحسب ايش؟ حجم الصدفه. ليش اختاروها كذا؟ لانه كل داتا اكوردنج البير والامبيرد لها ايكويشن مناسبه لها. البي فاليو زي ما اتفقنا بتعطينا اذا كانت اقل من 5% اذا هذه علاقه حقيقيه، اذا كانت اكثر من 5% اذا هذه ديوتي تشانس. وذي الجولدن رول اوف بير تيست.